بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب سموه في البرقية عن خالص تهني وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.